تمكنت طالبتان من الجامعة الأمريكية بالشارقة من اختراق جهاز خاتم اللمس الأول من نوعه لمساعدة المكفوفين على اكتشاف ومعرفة الألوان، وهو جهاز حائز على جائزة جيمس دايسون الوطنية في الإمارات. حياة مسلوبة ألوانها، هكذا هو واقع ضعاف البصر والمكفوفين الذي بات على مشارف أمل يجعل منه قادراً على تمييز الألوان بمجرد وضع يده عليها. وهذه الخاصية هي ثمرة ابتكار خاتم اليد لطالبتين في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أحد الصروح الرائدة في مجال البحوث والاختراعات العلمية التي دعمت الطالبتين حتى نجحتا في هذا الابتكار النوعي. والله الفكرة ابتدت لما ابتدينا كان عندنا مشروع في الجامعة ان احنا نعمل جهاز آلي يساعد الأشخاص، فاحنا انا وزميلتي مريم ابتدينا نفكر في الموضوع ونشوف مين اللي احنا عايزين نساعده وايه اللي احنا عايزين نخترعه من الأول. فابتدينا نفكر وفجأة لقينا نفسنا بنتكلم عن الألوان، فقلنا طب احنا لو ما نقدرش نشوف اللون نقدر نشرحها لحد ازاي؟ هي اللون دي صفة، فإحنا يعني إزاي نشرح فكرة الألوان لحد مش شايفها؟ دعم الجامعة كان إن هم وفروا لنا الأجهزة كتيرة جدا في الجامعة على أساس إن إحنا نعمل الخاتم ده، منها الليزر كاتر ماشينز والسي إن سي والبرينتر ماشينز. الحاجات دي كلها كانت يعني من غيرها مكناش هنعرف نعمل الخاتم بصراحة. الخاتم الذكي تاتش حاز على جائزة جيمس دايسون الوطنية في الدولة، ويمتاز بسهولة الاستخدام وأناقة التصميم بلون أبيض، ويحتوي الخاتم على قناة مركزية تمكنه من إنتاج وميض بألوان مختلفة، ويتم ربطه بشكل لاسلكي عبر تقنية البلوتوث بسماعات تقرأ اسم اللون على أذن المستخدم. بيشتغل من خلال لبس الخاتم وتثبيته على قطعة الملابس لمدة ثواني، والخاتم يكشف عن لونها بالصوت إلى سماعة لاسلكية، وله إمكانية إضافية إنه يقرأ الكلمات اللي حجمها الصغير زي مقاسات الهدوم أو مثلاً الريسيت من خلال تحريك الخاتم ببطء فوق الكلام وهو يرجع يقراها. زرنا جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً عشان ناخد رأي المكفوفين هناك ونشوف ايه رأيهم في فكرة الخاتم، ونشوف طريقة تعاملهم مع الهدوم ورأيهم عن الألوان، ويساعدنا على تحسين الخاتم من ناحية التقنية كمان. سيتيح الخاتم مع الانتهاء من مراحل تطويره إعانة ضعاف البصر والمكفوفين من القيام ببعض مهامهم اليومية، ليسهم بهذا في تغيير واقع حياة الكثيرين في العالم، وهو ما تحرص الجامعة الأمريكية بالشارقة أن تكون سبباً فيه عبر تقديم الدعم والتعليم المميز للطلبة ببرامجها العلمية والتطبيقية، ليكونوا رافدين للمجتمع بالعديد من الاختراعات والابتكارات الإبداعية. إسهامات مجتمعية عكستها البحوث التطبيقية والاختراعات العلمية التي تبنتها أمريكية الشارقة كاختراع الطالبتين ندى ومريم اللتين منحتا المكفوفين الفرصة لاكتشاف الألوان. لأخبار الدار، هدى سالم، إمارة الشارقة.